What's up, guys? Welcome back to my channel, Mila Games. Make sure you subscribe, like, and share, and hit that bell button. Share the love. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ جيناكم فيديو جديد دي لعبة محاكي الشاحنات الأوروبية. حباب قلبي، هاليوم عندنا، ما أنا بصراحة قلت لكم شباب اصبروا، لأن لساتا ما نزلت خريطة دولة العربية. البرومود هذا صار لي أسبوع موجودة يمي، هذا خريطة برومود موجودة معي، هذا 7 ملفات موجودة، أخلي هذولهم 7 ملفات برابط مباشر، وهذا الصورة أنا خليتها، لازم هذا الصورة تق واحد صورة على هذولهم، تصفيت المودات هكذا. زين عمري، هذا الصورة كمان أنا خليتها ويا البرومود، وتعرفون أنا الملفات المهمة أخلي رقم السري بداخل الفيديو، أنا بعطيكم رقم السري بتعفك الضغط. زين عمري، هذا اولا. وثانيا انا جبت عليكم خريطة المغرب مع تونس، هذا كمان خريطة المغرب مع تونس، هسا انتم تشوفون نحنا كلنا نشوف مع بعض. هذا الخريطة انت تحملها من موقع الرسمي، انا اخلي هكذا كمان، اخلي بالوصف انا بكتب مثلا تحميل خريطة مغرب، هذا اذا تحملته تونس، كمان تونس وكم محافظات معها موجودة. انت شي تعمل الشكل ماله هكذا يظهر يمك، زين شكل ماله هكذا يظهر، انت شي تعمل تجي هناك، هذا 1 2 3 4 5 6 هذولهم فقط تحمله. اذا انت بالمغرب او بالعراق ما يطول يمك كثير، كلهم تحملها، هذولهم 6 ملفات ما يطول 20 دقيقة، اقل من 20 دقيقة تحملها هذا الملفات بتاع الخريطة المغرب وتونس وكم محافظات. هسا لما ندخل على اللعبة انتم تشوفون شنو عدو. زين، هذا تضيفه ويا الخريطة البرومود. هسا انا اعلمكم، ابقى معي وشباب، وحتى شنو هذا، حتى بس ينزل خريطة الوطن العربي، كمان اذا نزلت خريطة الوطن العربي كمان هذا ابقى مثل ما هو، يبقى مع البرومود مالتك، بس نضيفه خريطة الوطن العربي هكذا، هذا الوقت يصير لعبة مالتك احسن واحلى، لان بالخريطة الوطن العربي ماكو مغرب وتونس. زين، وها الجزائر كمان. اولا مثل ما انا قلت لكم اخلي هذا الموقع الرسمي، هذا اصدار 1.44 هكذا الشكل يظهر، انت تجي تحملها 1 2 3 4 5 6 وطق واحد صورة بالتليفون مالتك على تصفيت المودات، او خليها حسب بالداخل اللعبة اوريكم اعلمكم. زين، هذا هسا حاليا راحت، وهذا خريطة برومود كمان اني اخلي شو اسمه رابط مباشر كالعادة، تدوس التحميل رأسا هكذا الشكل ماله هكذا يظهر. طبعا قلت لكم اني اخلي رقم سري على الملف حتى الشروحات مالي ما يروح بلاش، تعدي فك الزغط يطلع هكذا، بتفتح هذا برومود، هذا اصدار 1.44 هكذا الشكل ماله يظهر يمك، تعطي كوبي نسخة او بدون صورة، هذا صورة انا خليتها حتى تعرفون كيف تصفيت المودات. زين، لازم تشوف هذا الصورة، هذا البرومود انا خليت كمان صورة تبعي. زين، تساوي هذا 6 ملفات فقط، هي هما 7 مو 6 حبيبي، هما 7 ملفات، تعطي نسخ او نسخة، تجي على الماي كمبيوتر تفتحها المستندات على يورو تراك سيميليتر على مود، بعدين تقول له لازم، يقول له انت عندك، تمام انا عندي حاضرة مو محتاج ادوس التبديل، استبدال مو محتاج. هسا شو نعمل، ندخل على اللعبة. هسا من اللعبة حاليا بيتي انا اشتريت بالمغرب، وهسا اوريكم الشغلات، يعني شلون الخطة مالتنا. الخريطة المغرب وتونس والجزائر انت تحملها من موقع الرسمي،
والبرومود انا اعطيتك يعني البروم انا بكت انا اخلي اثنين رابط بالوصف، اخلي واحد رابط انا بكتب تحميل خريطة برومود، ورابط الثاني انا بكتب تحميل خريطة مغرب. انا بس بكتب تحميل خريطة مغرب فقط، ما بكتب مثلا مغرب والجزائر وتونس. زين عمري هذا شوفه اصدار مالتنا 2.61. هذا البرومود صار لي اسبوع اقول لكم شباب انا جبت البرومود بس ما طلعت خريطة وطن العربي. بدل وطن العربي هسه حاليا انا ضفت جزائر تونس وما بعرف شنو. شوفه يعني اني ركبت خريطة المغرب وجزائر عفوا تونس مع الخريطة برومود. هسه كنا نحنا نشوف مع بعض مثل ما يقولون هو هم دولة عربية يعني بصراحة خريطة شو اسمه تونس ومغرب كثير حلوة شباب كبيرة كبيرة. هذا شاحنة مالتي اللي هكذا يمشي دقيقة. هذا بيتي يم المطار، نروح كم امتار فقط لنروح هكذا. هسا اوريكم اصبروا تابعوا الشرح، هذا الشرح مهمة جدا. بعدين انت شو يقولون بالعربي دي ما تعرف تركيب. هسا حاليا انا بالمغرب، خريطة جميلة وسريعة مرة حلوة وكله كتابات لغة عربية. وين نروح شباب؟ انا ببقى فيهم هذول هم الرقعات. اوريكم تصفيه المودات واوريكم الخريطه. هذا شي كاتبه تمساح، شنو هذا؟ تم سنه شنو هذا الكتابه؟ دار البيضاء. ها دار البيضاء 200 متر. هذا شنو مكتوبات؟ طنجة باس. الله هذا الكتاب المغربي ما نعرف نقرأ. جميل جمال جميل جمال. نمشي عدل عدل اكو ماكو والله ماكو عدل والله غلطت. ايه مثل ما انتم تشوفون حبايب قلبي هسه حاليا يلا لا شاحنة مالتي. بعدين ان شاء الله بفتح البث المباشر على هذا الخريطة المغرب والاوروبا. هسا اوريكم اصبروا ابقى معي. سل الرباط والله دكا ما اني اريد تشوفون شوي الموقع. يلا هسا حاليا شي نعمل هذا شباب، هذا الخريطة البرومود شوفها كم كبيرة مرة كبيرة يعني كبرى ماله عالي. هذا الإضافات كثيرة اعطيتهم شوفها اي مكان. شوفها هذا خريطة برومود مع الخريطة المغرب والتونس. حتى هناك اكو دولتين ما بعرف بلكي هذا شنو مكتوبة. هذا كمان اثنين دولة هناك. زين فاذا انت تسوي لا تنسى كمان تعال على هذا الاتجاه وتجي على تحت كمان. هذا هو هذا الشي اسمه تونس. هذا كمان الاضافات بتاع الخريطة المغرب. هذا يظهر جديد يمك. طبعا هذا مع الخريطة البرومود لا تنسى. هسه اوريكم هي هذا واحد جديد، هذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة. هذا مع خريطة المغرب ها ماروك ها. وهذا مغرب. ايه شوف هذا مغرب، خريطة مغرب هو هكذا. زين من مغرب تدخل على اسبانيا، هذا هنيك اسبانيا وهذا دولة ما بعرف شو اسمه، وهذا فرنسا وهذا ألمانيا. زين يعني خريطة مالتك مرة كبيرة مع البرومود شوفها كبير عملاق. هذا يكفيك 5 شهر انت ما تخلص هذا الخريطة.
زين ان شاء الله لما حتى ينزل خريطه الوطن العربي شباب، اذا هذا اذا هذا شو اسمه هذا الشرح مع هذا الخريطه المغرب ومع البرومود اذا وصلنا 500 لايك ان شاء الله، كمان اذا نزلت الخريطه الوطن العربي اعلمكم كيف تضيف الخريطه الوطن العربي. اذا ما وصلنا مثل كالعاده 80 لايك، لا والله حتى انزل خريطه الوطن العربي اني لحالي بس انا بلعب ما انزلها، انا مو مجبور بتعب وله حقوق طبع ونشر ومفخفخه مالتنا، لا ما انزلها. اذا وصلت هذا الفيديو 500 لايك انزلها خريطه الوطن العربي. هسه حاليا شي نعمل؟ تابعوا الشرح حتى تعرف كل شيء عمري. بدايه انا علمتك كيف تحمل الخريطه المغرب وتونس هو 6 ملفات، وخريطة برومود انا اعطيتك اخلي الرابط مباشر تدوس التحميل راسا يدخل. اولا هذول هم مودات تبعي شاحنة مالي، انت ما عندك علاقة من هنا لهنيك. اول شيء حبيبي انت طلع تليفونك من جيبك طق واحد صورة على هذولهم، على هذولهم هذا واحد 2 3 4 5 6 هذا 6 ملفات مثل ما اني بداية الفيديو قلت لك انت تحملها. واحد يظهر شكله مثل الكتاب، هذا شكله مثل الكتاب، لا تعطي فك الزخط عمري، ركزوا على كلامي حبيبي. لما تحمل الخريطة المغرب 6 5 اوراق شكله ابيض وواحد ورقة يظهر شكله مثل الكتاب، هذا شكله مثل الكتاب، لا تعطي فك الضغط، اي بدون فك الضغط تمسكه 6 تكبه ويا المودات مالتك، الشكل يظهر هكذا يظهر يمك. زين 1 2 3 4 5 6 هذا خريطة المغرب مع تونس وكم محافظات. وثانيا نجي على خريطة برومود، من هنا نبدي على الخريطة برومود، كمان تق واحد صورة. اول شيء تخلي بالبروفايل مالتك تخلي برومود تبعك، هذا البرومود كمان اخلي رابط مباشر كالعادة. اول شيء رقم ثالث هي مكتوبة ارقام، هذا رقم 3 هذا 2 هذا 1، بعدين تجي على الميدلي باكيج، بعدين تجي على الماب باكيج، بعدين تجي على هذا، وبعدين اسس، وبعدين هذولهم بتاع الخريطة المغرب قد شرحناها حتى انتم ما تخربطون. زين عمري هكذا اهم شيء انت تق واحد صورة على هذا الواجهة، وبعدين اروح شوية فوق هذولهم بها صورة مالتي مكتوبة قناة ميلا جيمز، لان كمان عندنا جماعة مالتنا هو هم يوتيوبر ينشر موداتي سيعرفون يعني هذا تابعنا، وتق واحد صورة من هناك لهناك يصير 2. زين حبايب قلبي خريطة مالتك جميلة، ومثل ما أنا قلت لكم 5 ملفات تحملها من الموقع الرسمي، وهذا 6 ملفات قلت لكم من الموقع الرسمي. بداية الفيديو أنا شرحت عليكم كيف تحميل، وبرومود انا كمان اخلي رابط مباشر. زين عمري مفهوم الشرح؟ وطبعا ان شاء الله بعدين بفتح البث المباشر على هذا شو اسمه الخريطه مالتنا الجديده برومود مع خريطه تونس والجزائر والمغرب. اذا وصلنا 500 لايك، اذا نزلت خريطه الوطن العربي كمان انزل عليكم خريطه الوطن العربي كيف تضيفها على البرومود مالتك، وان شاء الله بعدين هم نضيفها خريطة شو اسمه افغانستان، هو كمان ارقى خريطة شباب، كله يصير مع البرومود مالتك، انت يصير عندك خريطة كبير مرة مرة كبير. زين حبايب قلبي ها هي انتهينا من الشروحات مالتنا، وهذا خريطة المغرب هو هكذا، هذا شي مكتوب المطار الطرب الرباط، هذا مطار
فنشوف نقدر نروح على هذا الدول كمان. هي هذا كله من هنا لهنا هذا كله مغرب وبس. هذا كمان الدولة الشباب ما يخلي أجي هنا أطير، يقول ما تقدر تطير، يخلون يجي على هنا. هذا هيش اسمه هذا لهم. انت بعدين تشوفه زين شباب. يلا حبايب قلبي اهم شيء لا تنسوا لايك والاشتراك. قلت لكم اذا وصلنا 500 لايك حتى انزل كمان خريطة الوطن العربي عليكم. وتابعوا الشرح زين عمري، اذا انت ما فهمت شرح روح على البداية، روح على البداية تابعوا الشرح مرة ثانية كيف تحمل الخريطة للمغرب والجزائر وتونس. هو 6 ملفات، وكمان خريطة برومت اخلي كمان بالوصف، اخلي 2 وصف 2 رابط، رابط ال رابط ال شو اسمه، رابط الموقع الرسمي بتاع خريطة المغرب والجزائر، ورابط الثاني هذا الرابط. لما تعطيها شكله هكذا يظهر، تجي هناك 1 2 3 4 5 6 هذولهم تحملها. هذا بتاع الخريطة المغرب والجزائر وتونس زين عمري. وهذا يظهر شكل هذولهم، يظهر شكل الورقة أبيض، يظهر يمك ورقة أبيض شكل. هذا 1 2 3 4 5 هذا يظهر يمك شكله مثل الكتاب. لا تعطي فك الضغط عمري، ايه لا تعطي فك الضغط. لما تحملت تمسكها كلهم 6 تكبها ويا المودات مالتك زين. وتصفيت المودات انا علمتكم، تسوي تصفيت مثل ما اني صفيت. شباب نسبة الرقم السري عمري، على الرقم السري تكتب بالانجليزي 1979 زين عمري. باسبورت او رقم السري تكتب 1979 ها باللغة الانجليزية تكتب، ها مو بالعربي. 1979 مفهومة. وعمري لا تكتب الرقم السري بالتعليقات، لان بعدين بعطيك حذر وبلوك. ها عندي جماعة كثير هسا سويتهم بالسجن يمي، تقريبا فوق 27 اشخاص. وعمري هذا كلمة مهمة جدا جدا حبيب قلبي، اذا انت تتحب مثلا تسوي تحميل بس خريطة بروموت فقط، يعني انت تقدر يعني ها ما فيش مشكلة، تقدر بس تتحمل مثلا خريطة بروموت فقط ما فيش مشكلة. تابعوا الشرح وتابعوا تصفيت المودات ها، وهكذا مبارك عليك. واذا انت تتحب مثلا اثنيناتهم تحميل خريطة المغرب وتونس ومع الخريطة بروموت كمان، تقدر تحملها وتضيفها مثل ما أنا ضايفتها، وتشوف تصفيت المودات كالعادة، وتسوي بروفايل جديد. طبعا لا تنسون تسوي بروفايل جديد، تصفيت المودات مالتك وخلاص. فقلت يعني خلي أنبهكم، يعني أنت تقدر مثلا تحمل الخريطة بروموت فقط بدون أي دولة عربية زين عمري. وإذا وصلنا على 500 لايك حتى لما ينزل خريطة الدولة العربية كمان أنا أعلمكم كيف تضيف الدولة العربية مع المغرب وتونس، يعني نصير يعني هما هريسة كل شيء يشتغل. بعدين أنت تصير عندك أكبر خريطة الوطن العربي طبعا مع الجزائر وتونس وليبيا زين عمري. يلا حبايب قلبي فيما لا اهم شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك، وقلت لكم اذا وصلنا على 500 لايك حتى نحن ننزل فيما لا ننزل الوطن العربي عليكم. What's up guys, welcome back to my channel Mila Games. Make sure you subscribe, like and share and hit that bell button to share the love. Thank you.